فيديو النهاردة هنتكلم على سيستميك بكتيريولوجي. عندنا البكتيريا بتنقسم إلى according to morphology إلى كوكاي وإلى باسيلاي وإلى سبايروكيتس. ده التقسيم الكبير بتاع البكتيريا، يا كوكاي يا باسيلاي يا سبايروكيتس. مش معقول اجي اقول لواحد انت عيان بالكوكاي، ده الكوكاي دول كتار قوي، مش ممكن اقول لواحد انت عيان عندك مرض باسيلاي، حاجه قبيحه قوي. تمام؟ فالعلماء عملوا ايه؟ قالوا ان الكوكاي ده جه خواجه ابن حلال اسمه الخواجه جرام، وعمل جرامز ستين، عمل صبغه بتاعته. الصبغه بتاعته دي يا اما الميكروب يطلع فايوليت يا اما ريد. اذا كان فايوليت بسميها جرام بوزيتيف بكتيريا، وانا بتكلم دلوقتي على الكوكاي فيبقى جرام بوزيتيف كوكاي، ولو طلعت ريد يبقى سميها جرام نيجاتيف كوكاي. يبقى الحكايه سهلت شويه، انا عيان بجرام بوزيتيف كوكاي، انا عيان بجرام نيجاتيف كوكاي، قسمتها. كذلك الباسيلاي يا اما تطلع حمراء برضو يبقى جرام نيجاتيف، يا اما بنفسجي يبقى جرام بوزيتيف. بس في بكتيريا بترفض انها تتصبغ بصبغه الجرام، فقعدوا يعملوا صبغات، صبغات لابوسطن، صبغه اسمها اسيد فاست باسيلاي. الباسيلاي اللي ما بتصبغش بالجرام ولكنها ريزيستنت تو اسيد، يعني فاست يعني صايم، صايم عن الاسيد، يعني الاسيد ما يغيرش لونه. بصوا القلم ده لونه ايه؟ احمر اهو، شايفين؟ احمر اهو. لو دلقت عليه اسيد وفضل احمر زي ما هو يبقى ده اسيد فاست، لكن لو اللون راح يبقى ده نوت اسيد فاست. يبقى ده تقسيمه الايه؟ الباسيلاي. السبايروكيتس فيها برضو جرام نيجاتيف، انما احسن صبغه في جرام نيجاتيف وفي جرام بوزيتيف، انما احسن صبغه ليها الوادي الجيمس جيمسا اللي بيروح كازينو الفونتان. يبقى يتصبغ بجيمسا ستين يا فونتانا ستين افضل من الجرام، لكن ممكن تصبغ بالجرام. خلاص؟ جيمسا ستين تبان فينت فايوليت، بالفونتانا ستين تبان ديب براون بني ده. طيب دلوقتي انا عيان بجرام بوزيتيف كوكاي، برضو دي حاجه قبيحه شويه. ليه؟ لان جرام بوزيتيف كوكاي ممكن تبقى رينجد ان بانشد، بانشز يعني عنقود، زي عنقود العنب كده اهو اهو اهو، عنقوديه بانشز، او يعني ممكن نقول كلاسترز مجموعات، انما هي بتبقى شكل العنقود فعلا. وسمي دي استافيلو كوكس، وبعد كده نقول استاف ونسكت. طيب يا اما سبحيه زي ال السلسلة كده أو السبحة، يبقى دي تشينز، ودي أسميها ستريبتوكوكس. يا إما الحبايب اتنين اتنين مع انتمين كده، ديبليو مع ديبليو مع ديبليو، يبقى دي بنسميها ديبليو كوكاي، أو يطلع هو الميكروب نيومو كوكاي. وهنقول اسمها الجديد هقوله وجزاه، يبقى نيومو كوكاي. مفهوم؟ طب النيومو كوكاي دول ديبليو، ممكن ديبليو تيجي جنبها وتيجي جنبها ديبليو وتيجي جنبها ديبليو، مش لازقين في بعض بس عامله شكل السلسله، فعشان كده اسمها الجديد ستريبتو كوكاس نيموني، ستريبتو كوكاس نيمونيا او ستريبتو كوكاس نيموني. ليه سربته؟ لان الدبليو هي دبليو اكيد، الدبليو لازم جنب الدبليو جنب الدبليو جنب الدبليو، عملت هذا الشكل. نيجي على الجرام بوزيتيف باسيلاي
متاسف يعني خلصت الجرام بوزيتيف كوكاي، جرام نيجاتيف كوكاي. اي كوكاي في الدنيا حمراء بنسميها نايسيريا، يبقى انا عيان بجرام نيجاتيف كوكاي يعني انا عيان بنايسيريا. والنايسيريا بقى في منينج كوكس لو بيشتكي من التهاب في السحائي مثلا، التهاب في الانسجه الوطيه المخ المنينجيز، يبقى ده نايسيريا منينجيتيز. مرض تناسلي نايسيريا جونوريا سيلاب نايسيريا كومنسال، كل دول جرام نيجاتيف كوكاي. يبقى جرام نيجاتيف كوكاي ما فيهاش اختلافات كتيره. الجرام بوزيتيف باسيلاي ممكن تبقى ارينجد ان تشينز بس باسيلاي، ودي بنسميها باسيلس انثراسيس اللي بتعمل الجمره الخبيثه اللي بتاعت الحروب. ممكن الجرام بوزيتيف باسيلاي تبقى عامله كده. ايه ده؟ لو حد فيكم يشتري لعبه او حاجه صيني او ملابس صيني، لاقي حروف الصيني دي، دي بنسميها شاينيز ليترز، حروف صيني، اقول ده ميكروب الدفتيريا. يبقى اذا الارينجمنت بقى مهم برضه في الجرام بوزيتيف باسيلاي. الجرام نيجاتيف باسيلاي فيه نفس الطول، في واحده طويله واحده قصيره بنسميها بليومورفيك متعدده الاطوال، في فيري سمول، دي بقى هناخدها بالتفصيل. ادي الكلاسيفيكيشن اوف بكتيريا اكوردنج تو ذا مورفولوجيكال اند ستينينج كاركتر.